السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة شيوات فاتحة أم أيوب. اليوم إن شاء الله نختار عليكم البطاطا المتبلة بتتبيلة جد رائعة بالنسبة بالزعتر والثوم اللي كتجي رائعة ومذاق مختلف. وكنتمنى الطريقة تعجبكم وتستفدوا منها. تنتمنى أنكم تتبعوا معي الفيديو حتى الأخير. تابعوا معي المقادير وطريقة التحضير. عندي هنا البطاطا، يعني دائما البطاطا تبقى على حسب الأشخاص. هنا عندي البطاطا منقيها من قبل ومغسوله، طبعا مغسوله. صافي كنقسم البطاطا على جوج، وكنقسمها بحال هكا كل نصف على أربعة، يعني كنخليه شويه شويه البطاطا غليظه باش منين نطيبوا البطاطا ما تجيناش ناشفه وما تجيش رقيقه ما تجيش يابسه، يعني تجينا رطبه من الداخل وما تجيناش يابسه. صافي كنستمر بهذه الطريقه حتى تنكمل الكميه اللي عندي كامله. هذه البطاطا البنات راه كتجي رائعه وكتجي لذيذه وبطريقه بسيطه وهني وسهله دغيا كتوجد. هذه البطاطا البنات راه ممكن يعني ترافقوا بها العديد من الاطباق، احسن من نقليوها في الزيت. صافي كنستمر بهذه الطريقه حتى تنكمل الكميه اللي عندي كامله وندوزو باش نتبلوها. غنضيف ليها الملح، قليل من الملح، عندي قياس معلقه صغيره ديال الملح، واحد المعلقه ديال الكمون. الكمون راه تيجي زوين البنات مع البطاطا، ودائما يعني المذاقات تختلف دائما على حسب الرغبه. واحد المعلقه ديال التحميره كتعطيها واحد اللون رائع ذهبي، واحد شويه ديال الابزار والثوم المجفف، يعني تيكون احسن اللي متوفر عنده الثوم المجفف يدير واحد المعلقه كتعطي واحد لوكو زوين. عندي هنا شويه ديال سكينجبير، وعندي في الزعتر، هذا هو المكون الرئيسي في هذه التتبيله، الزعتر اللي كيعطيها واحد المذاق خاص. عندي هنا واحد المعلقه ديال الزيت، ضروري واحد المعلقه ديال الزيت باش ما تجيناش ناشفه. صافي وكن يعني كنخلط هذه البطاطا حتى كتشرب هذه المكونات كامله بهذه الطريقه، غير كنبقى نقلب بحال هكا حتى كتشرب هاد التوابل اللي ضفت ليها. راه ساهله البنات في التحضير، يعني كتوجد في 15 دقيقة كاع، يعني تشعلوا الفرن ومن بعد دوزو تنقيو البطاطا وتبلوها وتخشيوها الفرن، يعني راه كتوجد في وقت قصير. مباشرة غنجيب لاطا ديال الفرن ونورق، هنا ندير فيها ورق الزبدة. عند هنا ضروري واحد شوية ديال الزيت غير باش ما تلصقش لينا، ضروري واحد رشيشة ديال الزيت. ونستف البطاطا ديالي وندخلها مباشرة الطيب. من بعد ما دهنت المول ديال الفرن مزيان، صافي وغنستف دابا البطاطا. ما نديروش وحده فوق وحده، ضروري نستفوها، يعني كل وحده شاده بلاصتها باش ما تجينيش شي فوق شي وتطيب لينا في يعني قياس واحد، ماشي شي طيب شي يبقى اخضر باش ما تنشفش، ماشي يجي شي تحرك شي طيب، يعني تاخذ واحد طيب باش طيبنا في نفس الوقت كامله. صافي كنستفوا بهذه الطريقه، وتنكون مشعله الفرن يعني الفوق والتحت، وكنكون مسخناه من قبل مزيان، وكنخشي البطاطا ديالي دغيا طيب وكنخرجها، يعني ما كتحتاجش وقت كتير
راه دغيا البنات كطيب يعني ما كتحتاج واحد الوقت اللي هو كتير. صافي مباشره غنخشي البطاطا الطيب. من بعد ما طابت البطاطا البنات راه جات قياس واحد، راه جات غزاله البنات وطايبه وفتيه من الداخل يعني ماشي لابسه. هانتو لاحظوا معايا نفتح لكم تشوفوا، هانتو راه طايبه من الداخل يعني طايبه، ومن الفوق يعني مقرمشه مقرمشه من الفوق، ومن الوسط طايبه مزيان بهذه الطريقه، راه طايبه باقا سخونه يعني. يلاه جبتها من الفرن صافي. كان من بعد كنقدمها مباشره في طبق التقديم، راه كتحيد بسهوله يعني ما كتلصقش بهذه الطريقه. وعندي شفت المايونيز رافقت به، راه كتجي رائعه بالنسبه للوليدات الصغار كتعجبهم بزاف. وكنتمنى هذه الطريقه تعجبكم وتستافدوا منها. الا عجبتكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. ونتلاقاكم في فيديو جاي ان شاء الله. تبقوا على خير.